مارك بيرشوا الولد بقرفه لو عدى سن 25 وما اتجوزش. في مصر ترشوا بايه؟ بميه نار، بالجزمه، بملح، بالقرفه برضه. احنا ممكن نرميه في النيل، في الشربات، بالورد، غزل البنات. انا شخصيا ارميه بالورد وبالفل وبالياسمين اني ما اتجوز. ميه نار، رشوا بكل خير دبني، بزبيب، ميه ورد، بصل، هساعده مش هرميه. هرميه بالطوب، هرميه بحته وحشه عشان يتجوز. هما بيرموا كلام بس. هرميه بالورد، بالفول، اكيد هيرموه بالطوب يعني. يبقى شطه، ملح، سكر، بودره. اشمعنى؟ علشان توجع له عينيه. انا اتجوز اصل كده مش هيتجوز. تعويذه كده يعني، الحسد وال وتاخير سن الجواز والحاجات دي. اصلا الجواز اصلا دلوقتي بقى يعني حاجه صعبه جدا. ان هو يتجوز 25 سنه مش احسن ما يتمرمط في الزمن اللي احنا فيه ده؟ صعب قوي. لا لا لا، اتجوز، دي سنه الحياه. لا ما يتجوز عشان احنا في ايام سودة. والله ما هو لو مش عايز يتجوز هيبقى عايز يتجوز عشان رميته بالورد.